فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يقول إن المصر على الكبيرة يعد كافرا، فالذي يقول إن الربا حرام ولكن لن أتركه أنه كافر، هل قوله صحيح؟ لا، ما هو صحيح، هذا باطل. إذا لم يستحل الربا ووقع فيه عن شهوة للمال أو عن فهذا فاعل لكبيرة ومتوعد بالوعيد الشديد، لكنه ليس بكافر. نعم.